السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم رياضيات للصف الثاني متوسط الجزء الأول. اليوم راح نشرح ضرب حد جبري في مقدار جبري، صفحة 66. راح ناخذ المثال هذا الثاني، هذه 4x تكعيب y أس 4، وهنا 6x أس 5 y أس 5. هسا راح ناخذ الأعداد بجهة نخليها داخل قوس، والمتغيرات بجهة. يعني شو أقول؟ أقول أفتح قوس أقول 4 في 6، وسد القوس، وبعدين أخلي المتغيرات بجهة أس أكس تكعيب في، طبعا هاي خلي نجمة الفي، يعني إذا أخلي في بين أكس أكس تكعيب في وأكس أس 5، وخليها بجهة، والنوب واي أس 4 في واي أس 5. يعني خليت الأكسات بجهة والوايات بجهة والأعداد بجهة. زين، 4 في 6 24 يساوي هنا 24، وأكس عند الضرب تجمع الأسس 3 زائد 5 بها 8، وواي 5 زائد 4 بها 9. هذا هو خلص الحل. ضربت 4 في 6 24، والإكس عند الضرب تجمع الأسس، جمعت 3 و5 8، و4 و5 9. زين، هذا المثال الأول. راح ناخذ بعد مثال، نقول 9 اتش تربيع كي ناقص 2 اتش تكعيب كي. زين، هسه هم نفس الشيء، راح اخذ 9 في سالب 2، 9 في سالب 2 وخليه داخل قوس، وبعدين اتش تربيع في اتش تكعيب، وبعدين كي في كي كي في كي، وسد القوس. 9 في سالب 2 سالب، 9 في 2 هذا فيه، 9 في 2 18، 9 في 2 18، والاتش عند الضرب تجمع الاسس 2 و3 5. ها عيني، والكي هنا باعتبار 1 و1 2. خلص المثال الثاني. راح ناخذ بعد، راح ناخذ مطلق ال 12 سالب 12 R2V، وبعدين نقول سالب مطلق ال 4 R2VN. يلا عيني، هسه شلون راح نحل؟ اول ما قبل لا ارتب راح نطلع المطلق. سالب 12 مطلقه شنو هو؟ 12 في ايش قد، ومطلق ال 4 سالب 4 4، خليهن داخل قوس R2V. زين، زائد R2V، وبعدين نقول ايضا VN. زين، 12 في 4 ايش قد؟ 48. ار اس 4 هنا، هنا الار، هنا ار 2 في ان. الار عند الضرب تجمع الاسس 2 و2 4، والفي 1 هنا و1 2، والان تنزل. طلعت المطلق سالب 12 هو 12، طلعت السالب 4 هو 4، خليت الاعداد بجهه والمتغيرات بجهه وجمعتهم. يلا عيني، بعد راح ناخذ نقول جذر 36 زد تربيع واي تربيع، وبعدين 6 زد كي. يلا هسه نقول الحل. جذر 36 ايش قد؟ بها 6، 6 زد تربيع واي تربيع في 6 زد كي. هسه راح ناخذ الاعداد بجهه، نقول 6 في 6 36، زد 2 و1 تكعيب، واي تربيع وكي. زين، بعد راح ناخذ، زين هسه جذر 7 ناخذه ويا جذر 14، جذر 7 في جذر 14، وسد القوس، وجي تربيع اتش تربيع جي. يلا يعني نزل جذر 7. جذر ال 14 نحللها، منين جاي ال 14؟ من 7 في 2، هذا ينزل المتغيرات. زين، جذر 7 في جذر 7 7، بقت جذر 2. جذر 7 في جذر 7 7، والجذر 2 انزله. زين، الجي ايش قد عندي؟ هنا هنا باعتبار 1 2 و1 3، واتش تربيع. زين، خلص هذا المثال. راح ناخذ المثال الاخير.
نقول 5 على 7 أي تكعيب ب تكعيب، وبعدين نقول 49 على 25 أي سالب 2 ب سالب 3 وسد القوس. زين هسه راح نخلي الأعداد بجهة، نقول 5 على 7 في 49 على 25 أي تكعيب زائد نقول سالب 2 وب تكعيب زائد سالب 3. يلا عيني هنا بها اختصار، هاي بها 1، 49 كم 7 بها 7، هاي بها 1 وهاي بها 5، إذا طلعت لي 7 على 5 أي هنا عندي 3 ال أي بي، هنا عندي سالب 2 و3 بها 1، 1 ناقص، إذا طلع لي شقد؟ نقول 7 على 5 أي بي 0، يعني إحنا ما عندنا الصفر، نقول 7 على 5 أي في 1 ويساوي لنا 7 على 5 أي. هذه الأمثلة مالت ضرب حد جبري في مقدار جبري. زين راح اخذ بعد منها الامثله احسن ما راح ناخذ فيش كم مثال منها ونختمها. يلا عيني هاي عندي خاصيه التوزيع والتجميع، يعني عدد ويا قوس. زين راح ندخل السالب 5 على القوس، كل هذا ندخل يعني نضرب سالب 5 في 3 ايش قد؟ سالب 5 في 3 سالب 15. اتش تربيع في اتش اس 4 عند الضرب تجمع الاسس 2 زائد 4 بها 6. زين وهنا عندي كي، هنا 1 و2 كي تكعيب، السالب بالموجب سالب 5 في 6 30 اتش اس 4 كي تربيع. كل شيء ما سويت بس دخلت السالب 5 اتش تربيع كي داخل القوس، قل السالب 5 في 3 5 في 3 15 و H ويا ال H عند الضرب تجمع الأسس 2 زائد 4 بها 6 وكي هاي باعتبار 1 و 2 3، السالب بالموجب سالب 5 في 6 30 وتربيع ويا التربيع أس 4 وكي هاي باعتبار 1 و 1 كي تربيع. زين رح ناخذ بعد مثال، نقول 3 M تكعيب N أس 4 1 ناقص 5 M N أس 5. يلا عيني هسه شو اسوي؟ نقول 3 في 1 هم ندخل نوزع هذا بهذا، 3 في 1 3 ام تكعيب ان أس 4 لان ما عندي هنا عدد. زين ناقص 3 في 5 15 ام هنا تكعيب وهنا 1 باعتبار أس 4 وان 4 و5 9. زين ايش راح اخذ بعد؟ راح اخذ هذا جذر 5، جذر 5 و5 زد تربيع واي تربيع زائد جذر 5 زد واي زائد 2. يلا عيني يلا عيني هسه هم ادخل الجذر 5، جذر 5 في 5 ايش قد؟ 5 جذر 5 زد تربيع واي تربيع زائد جذر 5 في جذر 5 5 بدون جذر زد واي زائد جذر 5 في 2 2 جذر 5. هذه يلا ها هي، وان شاء الله يعني المحاضرة الأخ ناخذ تأكد من فهمك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.